شو بتتمنى يا حمودي؟ اطلعوا انا دخل النظام. بابا بدي اتمنى بوقف الحرب اخواتي اثنين ماتوا. بتمنى الحرب يوقف لنرجع على بيتنا. اتمنى انه عندي مصاري بشتري بسكليت سيارة حمراء. انا بتمنى امي ترجع لطفي. ايش بتمنى؟ بدي اروح على مدرسة ما بعرف اكتب. اتمنى ان ابويا يرجع ان شاء الله انه هو مستشفى. مصار ان شاء الله اشتري ثياب على يد. بني اروح على المدرسة واتعلم وصير دكتورة. احنا نتمنى الحديقة عشان نلعب.